ولا تخلص يا رب. والله احنا فاهمين حاجه. السلام ابو احمد، السلام. من ورا تقدرش تشوف ولا تطلع فوق. اشنو جوالك؟ اشنو جوالك؟ طبعا صابع صابع وراي جزء من جمجمة كأنها غاز. اطلع يا معتصم. يعني هذه مدرسة تتبع للأمور، وهذه مشاهد من أماكن النازحين، مشاهد الدماء التي سالت على الأرض. فجأة ما شافوا خمس ست قذايف نسيت عليهم، قطعوهم ليلوهم، ما خلوش واحد واقف على رجليه، كله تقطع. ما يقارب فوق 50 او 70 نفر قاعدين، في طلعوا تصور هناك في نار ومال قاعدين بيطبخوا، الناس تتغدوا، موعد غداء هذا. طلع حسبي الله عليهم. طلع. اي في انا اشلاء مقطع، طلع.